القبض على قتلة اللواء بالجيش اليمني حسن العبيدي والداخلية المصرية تنشر أسماءهم وصورهم. فلنشاهد. قالت مصادر أمنية مصرية اليوم أنه تم القبض على المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع في وزارة الدفاع اليمانية داخل شقة في بولاق الدكرور، وأن عملية القبض تمت خلال 24 ساعة من اكتشاف الجريمة. ووفق المصادر فإن من بين المتهمين سيدة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة المسروقات. وأعلنت الداخلية المصرية عن أسماء 4 متهمين بقتل اللواء حسن العبيدي وأكدت ضبطهم. والمتهمين المضبوطين هم رمضان محمد بليدي على سن 29 سائق ومقيم بالمنيرة الغربية الجيزة، سبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح بدون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد. عبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته عبد عسلية سن 19 خراط ومقيم بالطوابق بالجيزة. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة في منشأة ناصر القاهرة. سهير عبد الحليم محمد عبد الحليم وشهرتها منا ربة منزل ومقيمة في منشأة ناصر بالقاهرة. ونشرت الداخلية المصرية صورا للمتهمين باغتيال اللواء حسن العبيدي داخل شقته بالقاهرة،